رئيس مجلسنا مجلس كفر ياسيف اخ ابو مراد، يعني كمان احنا شركاء في المصاب اللي كان وفاه المربي الفاضي، احنا بنثمن عالي كثير كمان وجودك اليوم معنا اللي دائما عودتنا وعملت انقلاب في المعاملات بين جميع الطوائف في هاي البلد، ومنها انتقل هذا الشيء كمان في معاملاتك الخاصة. الحمد لله عاد نشكرك باسم الكل، أهلا وسهلا بالجميع، منرحب في الجميع، إن شاء الله عيد مبارك وكل عام وانتم بخير، أهلا وسهلا أخوان. أخي الشيخ موطى طريف المحترم، المشايخ الأجلاء، بفخر واعتزاز يشرفني أن أكون معكم في رحاب سيدنا الخضر عليه السلام، متمنين للجميع زيارة مقبولة، آملين لكم دائما ومتمنين لكم دائما الصحة والعافية في هذا المقام المبارك. نأمل من الجميع أن نصلي من أجل وحدة أبناء شعبنا، وأن ندفن جميع خلينا نسميها المؤامرات والفتن الذي يريدون أن يفرقونا بيننا بين أبناء الشعب الواحد. ونتمنى للأهل في أبو سنان الوحدة والتآلف والمحبة والسلام، لننعم جميعا بحياة سعيدة وموفقة. وأنا متأكد من هذا المقام الجميع سنصلي من أجل هذه السنة، وخصوصا من أجل أهلنا في أبو سنان، نتمنى لهم دائما المحبة والسلام بين جميع أبناء الشعب الواحد وبين جميع طوائف أبناء شعبنا. كل عام الجميع بألف خير. صباح الخير للعموم الشيخ أبو حسن، مشايخ الأجلاء، يوم مبارك، زيارة مقبولة للعموم. في هذا اليوم كمنتدى سلطات محلية درزية بنقول لأبو مراد أخونا رئيس مجلس كفر ياسيف، أنت رئيس هاي البلد على جميع طوائفها ودياناتها، كرؤساء مجالس بنقول في هذا اليوم كفر ياسيف هي رمز ومثل للقدوة لباقي القرى على جميع طوائفهم. احنا نتأمل في هذا اليوم لأبو سنان، للمغار، ولجميع قرانا ولجميع الوسط يأخذوا أبو سنان كقدوة للتعامل الحسن للتسامح. نحن كطائفة درزية طائفة بنآمن في جميع الديانات، احنا ضد أي عنف من أي نوع كان، أي مس في أي رمز ديني، مسلم، مسيحي، درزي، يهودي، نحن كطائفة ضد هاي المس في أي رموز دينية. فيوم مبارك، زيارة مقبولة للعموم، نتأمل العيد الجاي يكون وسطنا ومجتمعنا اللي من احنا بنشوف هون في هذا اليوم من جميع الطوائف من جميع الديانات، احنا أهل، احنا إخوان، واللي بده يحاول يفوت الفتنة أو يمس في هذا التوحد والوحدة الموجودة في مجتمعنا، احنا مش رايحين نعطيه مجال لا دروز ولا إسلام ولا مسيحية. فإحنا أهل، وهذا الموضوع لازم الصفحة نطويها ونبلش صفحة اللي كانت واللي راح تضل على مدى الأدوار والسنين كمجتمع واحد، كأهل، كإخوة، باللغة العربية للدرجة نوكل على طبق واحد. يوم مبارك وزيارة مقبولة للعموم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ موفق طريف، الشيخ الروحي للطائفة الدرزية، مشايخنا الأفاضل، في هذا اليوم المبارك وهذا المقام الشريف أتوجه إلى الجميع وأتمنى لكم عيد مبارك وزيارة مقبولة إن شاء الله. ولمحة بسيطة على أبو سنان، اسمحوا لي أن أطمئنكم وأطمئن رئيسنا رئيس مجلس كفر ياسيف المحلي الأخ عوني التومة، الذي هو له فضل خاص علي أنا وعلى أبو سنان. وفي أبو سنان بدأت المي شيئا شيئا تعود إلى مجاريها، انقشعت الغيمة السوداء، بدأنا في إصلاح ذات البين،
وبدأنا في الخطوة الأولى، لأن خطوة الألف ميل تبدأ في الخطوة التي بديناها في أبو سنان بوفاق وتوافق. وكل عام والجميع بألف خير وشكرا. لا طويل، خليه مختصر. الزيارة مقبولة وكل عام وانتم بخير. كلمتي طويل شوي ولذلك لا اريد ان ارهق الجمهور. شكرا. دكتورنا بهمنا نسمع حضرتك دكتور بطرس. يلا ماشي الحال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على سره وعلى ضراه وعلى ما منعه أو أعطاه. الحمد له حمدا لا يصبر مدى ولا يدرى انتهى. والصلاة والسلام على ساداتنا جميع الأنبياء والرسل الكرام. وبعد، إنه من دواعي غبطتي وسروري أن ألتقي بهذه الوجوه الخيرة النيرة في رحاب هذا المقام المقدس على نية الزيارة التي أرجو أن تكون مقبولة عند الله تعالى منا جميعا. فكل زيارة وجميعنا بخير ويسر وعافية تحت ظل رضا رب العالمين. إخواني، ما بقاء إلا لله ولا خلود إلا له تبارك وتعالى. وقد قضى ولا راد لقضائه أن نفقد من خيرة مشايخنا الأفاضل من يقتدى بهم لما أثر عنهم من التقى والورع وحسن اليقين، رحمهم الله ونفعنا ببركاتهم أجمعين. وأخص بالذكر هنا راعينا وقدوتنا المغفور له سيدنا الطاهر الديان الشيخ أبو يوسف أمين طريف رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. وقد ارتأيت أن أنظم في ذكرى وفاته 21 قصيدة رثاء لشخصه الفاضل الكريم، راجيا من الله تعالى ثوابه ورضاه، حيث أني أذكر بالخير بعض مناقب ولي من أوليائه نفعنا الله ببركاته ونور ضريحه. نعم هي هرستر سيحن القصيدة بس كانت. وبهذه المناسبة أقول لكم إني أهب هذه القصيدة لكل العشيرة المعروفية في مدى ما يمكن أن تصل إليه، وباسمكم أتشرف بتقديمها وقد حفرت وطبعت على صفيحة من النحاس لفضيلة شيخنا والرئيس الروحي للطائفة الشيخ أبي حسن الموفق أطال الله بقاه وأدام فينا بركاته ومبراته. آمين. المشايخ الأفاضل الشيخ أبو حسن الموفق طريف الرئيس الروحي، المشايخ الأفاضل من منطلق محبتنا وثقتنا في حضراتكم أهل الدين المحترمين، أنتوا راس كل شيء، ما لنا شيء وحضراتكم الموجودين. نحن في هذا المقام المقدس نبعث كل التحيات وكل المقدسات إلى كل من يحب هذه البقعة المقدسة، على إنه نحن مجموعة، طائفة تحب السلام، طائفة تحب الوئام، طائفة تحب من يسكن جنبها. لذلك نحن معك يا رئيس أبو سنان في توحيد الصف، في محبة الطائفة للأخرى. نحن نبعث سلامات إلى إخواننا في سوريا وفي لبنان راجين من هذا المقام الشريف، أن السلام والمحبة تكون بين جميع الديانات وبين جميع الطوائف. نحن طائفة مسالمة، نحب كل من يحبنا، وإن شاء الله في هذه الأيام المقدسة
يبعث ربنا السلام إلى هذه البقعة الشريفة. وشكرا لكم وكل عام وأنتم بخير. الشيخ الموفق أبو حسن، المشايخ الأفاضل، اسمحوا لي باسمي ونيابة عن السفير الروسي أن نقدم لكم أحر التهاني بعيد زيارة سيدنا الخضر، زيارة عزيزة علينا إحنا وخاصة في أهالي كفر ياسيف. إحنا بجوار الخضر وبركة الخضر، لا شك إنه هذه الزيارة زيارة خاصة علينا جميعا. بهذا اليوم إحنا بنشوف الإلفة بين جميع الطوائف، وبتمنى إنه الزيارة هاي سنويا تكون بهذا الجو. كذلك اسمحوا لي أبعد تهانينا الخاصة لجميع إخواننا في سوريا وفي لبنان، وأخص بالذكر اليوم الوفد المرافق للشيخ أبو أحمد طاهر من بقعات ومجدل شمس وعنقينة ومسعدة. أهلا والمجدل، أهلا وسهلا بكم، نتمنى لكم زيارة مقبولة وكل عام وانتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى جميع إخوانه الرسل والنبيين. أما بعد، فضيلة الشيخ موفق طريف وجميع الإخوان الضيوف الكرام المحترمين مع حفظ الألقاب، إنه ليسعدني ويشرفني أن أحييكم باسم أبناء كفر ياسيف المسلمين المسيحيين والدروز، متمنيا لكم زيارة مقبولة ومباركة، ونشد على أيديكم على جميع إخواننا الرؤساء رؤساء الطوائف على بذل جميع الجهود للتآخي والمحبة، وبارك الله بكم جميعا. الله يسبحكم بالخير. إخواني، طلب مني دائما، إحنا تعودنا أن نرحب بكم. أنا نجل الشيخ العابد أبو محمود إمام كفر ياسيف، ما زال وما بقي إمام كفر ياسيف. أبعد إليك أخي الشيخ أبو حسن موفق طريف، والمشايخ الأفاضل من أبنائنا وأهلنا في الجولان، ورؤساء المجالس والشخصيات المعروفة. آمل من الله تعالى عز وجل باسم والد الشيخ العابد وباسم أخي إمام مسجد النصر الشيخ بلال عبد القادر أبو أنس، أن يجعلها زيارة مقبولة وميمونة ومباركة. وأطلب من الله العلي القدير أن نبقى دائما موحدين أقوياء بعزة الله، وأن يخيم السلام على ربوع هذه المنطقة، ونشعر بالأمن والأمان والطمأنينة. والسلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير. صباح الخير للعموم، فضيلة الشيخ موفق طريف، مشايخ الأفاضل من جميع البلدان. إنها مناسبة جميلة جدا أن نرى هؤلاء العمائم البيضاء في هذا فوق هذا البلد كفر ياسيف، بلد التآخي، برئيسها أخينا صديقنا الأخ عوني توما. عادها الله على الجميع باليمن والبركات، زيارة مقبولة للجميع. وإحنا منقول شغل واحد، إن إحنا طائفة عربية معروفة دائما نناشد وننادي بالسلام وفقط بالسلام. الله يعطيك العافية، وزيارة مقبولة للجميع.